وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام من جديد. وفقرتنا اليوم دائما يتميز فيها الذكاء الأردني، يعني نحن دائما بنحب نلقي الضوء على مبدعين خارج الوطن يمكن وخارج الأردن. قبل هالمرة كان عندنا محمد نوح العنانزي واللي أخذ المركز الأول، وهذا الذكاء الأردني الجميل الذي طبعا يعني غطى على كل الذكاءات بالعالم. وأيضا عندنا ذكاء أردني آخر اليوم، الطالبة الأردنية نور مراد المحاسنة الأولى على الثانوية العامة في قطر بمعدل 100%. حصلت الطالبة الأردنية المتفوقة نور طبعا على العلامة الكاملة بالثانوية العامة بالفرع العلمي طبعا بدولة قطر، على طالبات قطر وعلى المقيمات في قطر. بدنا نحييها ونحكي لها ألف 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 مبروك يا نور، شي برفع الرأس، وهي معنا عبر السكايب مباشرة. أهلا يا نور. اهلا فيك يا رب. الله يبارك، الله يسعدك يا ربي ويسعد هالابتسامة الحلوة والوجه اللي مليان ذكاء بشع هيك. نور يا نور ألف مبروك، تحية لإلك، تحية لوالديك على هذا الإنجاز الرائع، ومية بالمية سكرتي العلامة الكاملة ما شاء الله يا نور، الله يحماك ويحفظك. الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك بعمرك يا نور. يعني هذا الإنجاز العظيم يا نور، احكي لنا كيف كنتي خلال السنة عم تدرسي وبتجدي وبتجتهدي حتى تفوقتي على كل صديقاتك القطريات والمقيمات في قطر. تمام. هلا بداية أنا نور مراد محاسنة، حاصلة معدل 100 من ضمن نخبة من الطلبة القطريين والعرب المتميزين. علينا شوية نور صوتك عشان نسمعك أوضح. تمام تمام. حاصلة أنا نور مراد محاسنة، حاصلة على معدل 100 من دولة قطر ضمن نخبة من الطلبة المتميزين والمتفوقين ما شاء الله، ضمن 24 طالب من القطريين والعرب. بكفيني فخير إني أكون من ضمن هاي النخبة من العرب من الجنسيات المختلفة، حاصلين على معدل 100%. أول إشي حابة أبارك لإلي وأبارك لهم هذا الإنجاز الكبير بالنسبة لإلنا، بتمنى يا رب إن شاء الله من نجاح لنجاح، والله يوفقنا يا رب حياتنا الجاية يا رب ان شاء الله دائما. تفضل. كانت تمام. هلا احكي عن قطر دراستي، بدي انا يعني بتعرفي شو، نحن هلا يا نور مقبلين بالاردن على طبعا امتحانات الثانويه العامه ولسه ما بلشوا الطالبات ولا الطلاب. هلا اي حد عم بسمعنا ان كان طلاب الثانويه هاي ولا اللي ان شاء الله السنه الجاي، بدنا تحكي لنا كيف كانت نور بتدرس، كيف كانت بنفس الوقت انه هي عم تعطي اوقات واستراحات لنفسها، ما عم تضغط حالها، هو اكيد التوجيهي والثانويه العامه كله ضغط، لكن وين كنتي تستريحي؟ كيف كنتي تستريحي؟ كيف كنتي تدرسي؟ شو قديش مثلا كنتي تدرسي تقضي وقت ساعات دراسه؟ احكي لنا جدولك اليومي كيف كان خلال العام. تمام. بداية أنا بلشت دراسة بالعطلة الصيفية، لما خلصت صف 11 بلشت دراسة للتوجيهي، ختمت الحمد لله قريب الثلاث مواد، بس يعني أكيد مش حيكون متمكن منهم 100%. الحمد لله بلشت الفصل الأول كان كتير مضغوط قصير، بس الحمد لله بإني دارسة قبل ثلاث مواد كان كتير بالنسبة لي سهل، كنت بروح على المدرسة بكون محاضرة، بإني دارسة ثلاث مواد فبكون محاضرتهم مضبوط. جميل. بروح على المدرسة بتابع مع المعلمات، اي استفسار عند الي موجود بسالهم اياه بجاوبوني على استفساراتي، فبروح على البيت فعليا بكون تقريبا مغطيه الماده مش ضايل لي شيء. حلو. برجع بس المواد اللي بدها حط بركزها، ما شاء الله اللي بدها فيها مثل الفيزياء الرياضيات كيمياء بروح بفتح ملازم وبحل بطبق عليها وبتوسع بالافكار. فيعني الفصل الاول مع انه كان مضغوط بس الحمد لله يعني مر سلاسه بالنسبه لي، كنت تقريبا يعني متوسط دراستي ست ساعات باليوم، بس يعني بس اكون فاضيه خلاص ما فيش وراي شيء بفتح ملازم فيزياء رياضيات كيمياء وبلش اتوسع واحل. يعني لما يعني تكوني فاضيه كمان بتدرسي يا نور، يعني بلا. ست ساعات دراسه بس يعني ولما عجبتني جمله لما اكون فاضيه، انا قلت لها بتروح بتعمل مشاوير بتروح بتغير جو، طلعت لما اكون فاضيه بفتح الفيزياء وبدرس، بفتح الرياضيات وبدرس. حلو، ولا هيك اللي بتجيب علامه كامله 100%؟ طبعا يا عمي. طب اكيد بما انه يعني طموحي صغير يعني كملي كملي نور.
مع انه يعني طموحي وانا صغيره يعني دائما بحلم اني اكون من ضمن ال10 اوائل في الاردن، ما شاء بس الله. يعني بما انه بابا انتقلت وظيفته لقطر، فيعني الحمد لله حكيت لا رح اكون الاولى ان شاء الله على قطر وارفع راس اهلي واسم الاردن، فالحمد لله يعني ربنا قدرني وجبت علامه كامله 100 ضمن 24 طالب. كل بحكي انا الاولى لحالي، بس ما بعرف مين وصلهم المعلومه غلط. يعني انا بكفيني فخر خاص بانه يعني قطر فيها عرب من كافه الجنسيات، المصريين سوريين وغيرهم، ما شاء الله يعني بتميزوا بالشطارة بذكاء، يعني ما شاء الله يعني بتكفيني فخر أكون من ضمن 24 طالب متميز من النخبة الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، يعني الله يبارك فيك يا نور. طيب في سر مثلا تقدري تعطينا اياه للطلاب اللي طلاب هلا الثانوية العامة خلص بلشوا امتحانات، يعني اللي درس رح يبلشوا ان شاء الله، فما في وقت للرجعة انه يرجع وقت الاستراحة يدرس فيزياء مثلا. طلاب اللي ان شاء الله بدهم يطلعوا للثانوية العامة، شو بتنصحيهم؟ شو السر؟ شو كيف الهدف انت رسمتيه لإلك؟ تمام، مثل ما حكيت لك بلشت دراستي انا بالعطله الصيفيه، ابدا 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 ما درست، اخذت دروس خصوصي كله اعتماد عربنا، بعدين معلمات ما شاء الله كانوا بيواصلوا الليل بالنهار فعليا، بيفتحوا لنا بثوث بنص الليل بس مشان يفهمونا اي اشي مش فاهمينه، فالحمد لله يعني. واللي ساهم اكثر اشي اني كنت قبل ما اروح على الحصه كنت بحضر الماده خاصه فيزياء كيمياء ورياضيات، كنت بفتح فيديوهات وزارة منزلينها بتفرج عليها باخد فكرة، أي استفسار بكتبه على جنب بروح على الحصة، فأي استفسار بكون مش فهميته إذا معلمة شرحت وغطت لي إياه خلص كان به، ما كانت مغطت لي أو ما تطرقت للموضوع بستفسرها بسأل وبستفسر عنه، فالحمد لله يعني بروح على البيت بكون فعلا خلص أنا يعني ما شاء غطيت الله، المادة، يعني أهم برجع شيء إنه بأشياء ما اللي يراكموا المواد، يحاولوا يدرسوا من الصيف، يخلصوا أول بأول، هاي هي يمكن طريقة النجاح والتفوق. صح، وما يعتمدوا على دروس الخصوصي، يعني انا بعرف طالبات ما شاء الله كانوا كثير شاطرين، بس علمك بالدروس الخصوصي الواحد كثير بضيع وقت، هو مش عارف يروح على المدرسه وبتركن يعتبرها يمكن. تضييع وقت، ولا يدرس دروس خصوصي، فهو صح في دروس وبفهم بس ما في وقت ليراجع ويركز المعلومه، خاصه صح. انه ويومه كله دروس خصوصيه، يعني الواحد ياخذ دروس خصوصي ياخذها بالعطله الصيفيه يكملها كامله، بلش تصير السنه الدراسيه بس خلص ما تكون دروس يعتمد على خصوصي حاله. اعتماد على نعم. درس وحده مش فاهمها يجيب استاذ خصوصي يفهم اياها، اما يعني اعتماد كامل على دروس خصوصي كثير هذا الشيء غلط بضيع وقت الطالب. قديش واحد لازم يعتمد على حاله؟ نور بدي أسألك، أنت شو حابة هلأ تدرسي بمعدل المية انا ان شاء الله بالمية؟ انا من زمان انا صغيره يعني طموحي ادرس ان شاء الله طب بشري بجامعه علوم التكنولوجيا تحديدا، خلص هيك طموحي وانا يعني صغيره، جاي لعنا فيا رب الله إن شاء يوفقكم. الله، إن شاء الله نعم بنشوفك عنا بالأردن. ان شاء الله. وإمتى تقريبا إن شاء الله نازلة؟ على بداية الفصل الدراسي الجديد ولا كيف؟ لا أنا الحمد لله يعني أنا خلصت اختباراتي ب 8/6 مباشرة نزلت على الأردن، يعني أنت هلا هون يعني أنا هلا بالأردن. حاليا بالأردن. يعني ما شاء الله عليك يا نور، وبتعرفي يعني أبدعتي. حبيت إنك أنت راسمة هدف من أنت وصغيرة، والهدف واضح، أنا بدي أطلع طبيبة، وعارفة كيف تنظمي أمورك، فأنا متمنى لك كل التوفيق، وأكيد رح تطلعي طبيبة ناجحة بإذن الله. شو بدك الله يا تضيفي رب لنا يا نور؟ حابة أحكي. نعم ايش بدك تضيفي كمان؟ كنت حابة تحكي شيء، تفضلي. اوكي، بداية انا حابة احكي انه انا درست المرحلة الابتدائية هون بالاردن مدارس اربد، انتقلت المرحلة الاعدادية درست مدارس الثقافة العسكرية اللي كان لهم دور كبير كبير بصقل شخصيتي ورفع مستواي التحصيل الدراسي، بعدين انا مدارس الثقافة العسكرية الحمد لله طلع لي اني اقدم مدارس الكينجز اكاديمي، ما طلع شاء لي الله. منحة هناك إني أقدم أروح أختبر بعدين يطلع لي منحة حسب الاختبار، بس بسبب ظروف خاصة ما قدرت، بس طلع لي تخييم لمدة 3 أسابيع لمدة أسبوعين لمدة 3 سنوات، بس كمان نفس الشيء ما رحتش. بعدين بصف 10 طلع لي مدارس التربية الرياضية منحة كاملة 100% أروح ما أدرس شاء هناك، الله، يعني هذا بما إنهم التفوق منذ شافوا الصغر. الحمد لله، بما شاف فيه انه يعني ان شاء الله يعني رح اقدر اجيب ضمن ال10 اوائل اذا مش الاولى، يا رب إن شاء بعدين الله. بما انه بابا انتقلت وظيفته لقطر فانا رحت كملت دراستي بقطر الحمد لله، وضمن درست مدرسه حكوميه بقطر مدرسه الخوري الثانويه للبنات، كانت كثير متميزه ووفروا لنا البيئه تعليميه مناسبه للطلاب، ما خلونا نحتاج لدروس خصوصيه، معلمات يعني
24 ساعة بس بيحاولوا، بس أمان يفهم ما الدرس شاء يعني الله، يعني حرفيا كل أكيد شيء كمان بيصير دور على الدرس. التعليم قديش لما يكون التعليم بيساند الطالب كمان هذا بيساعده. نور نحن بدنا نشكرك كتير كتير حبيبتي، يعني إن شاء الله هيك لقدام نستضيفك عنا داخل الاستديو وبتكوني يعني مخلصة طب، وأكيد نستضيفك بموضوعات طبية بتفيدينا وبنستمتع الله يا بحضورك رب. إن شاء الله. ألف ألف مبروك، تحية لإلك وبدي آخر إشي ولوالديكي. أشكر، عادي أشكر آخر إشي، حاب أشكر كل من شاركني بفرحتي من الشعب الأردني، أي شخص حكى كلمة طيبة حاب جدا أشكره، ما شاء رفع الله من معنوياتي ويعني خلاني يعني خلاص أتحفز. أنا إن شاء الله أستمر بهذا التفوق لقدام. ما شكرا شاء لكل الله حدا، وحاب أشكر ماما وبابا اللي كان لهم دور كثير كبير برفع معنويتي وتحفيزي دائما، ويحفزونا دائما نكون نمبر 1 بكل إشي بنعمله. شكرا كبير لهم، والحمد لله يا رب الله يوفقنا دايما انه آمين نستمر آمين. على هذا شكرا يا التفوق يا نور، رب. ألف مبروك، وبترفع الرأس وتبيض الرأس، وهي الذكاءات الأردنية التي تتفوق دائما وطنيا وعالميا وعربيا. شكرا يا نور، وتحياتنا لوالديك أكيد، ونحكي لهم ألف ألف مبروك نور الرائعة. بترفع الرأس الطالبة نور مراد المحاسنة التي حازت على معدل 100% الفرع العلمي في قطر، وعلى طالبات قطر وعلى طالبات المقيمات هناك. ألف مبروك يا نور، شكرا لك.